السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة شوف موقع حلو تقدر ترفع عليه الموديل وتشوفه اونلاين. اول ما تفتحه بمسينك دوت كوم هتقول له ساين اب، تعمل حساب جديد او لوج ان لو انت ليك حساب، هتقول له ساين ان. تبدأ تشوف المشاريع اللي موجودة، لو مفيش اي مشروع تقدر تعمل كرييت نيو بروجكت. هنا الداشبورد بيقول لك بقى اذا كان في المشروع اوبن او كلوزد وايه الموديل الموجود. ممكن اقول له انا عايز اضيف موديل جديد، فبيقول لي عايز اسميه ايه، اقول له مثلا سميه 13 13. بيقول لي ابدا اضيف صوره للموديل دوت، ابلود ايمج، وليكن مثلا الصوره ديت ابلود ايمج. تمام، صورة للموديل. بيقول لي بقى ايه، عايز ارفع بقى الموديل بورت، اقول له انا عايز ارفع بيم، عايز ارفع موديل يكون اي اف سي، وليكن مثلا الملف دوت مساحته قد ايه، عايزين ملف يكون مساحة صغيرة، وليكن مثلا الملف دوت. بيقول لي اكتب اي كلام. طيب عايزين نبدأ نشوف الموديل ده بقى في 3D. يعني لما ابعت لحد اللينك هو ما عندوش برنامج من برامج البيم زي الريفت الاركيد تكلا يقدر يشوفه، فاقول له افتح كده الموديل. طيب عايزين نشوف الموديل دوت، عايزين نشوفه 3D، فبيبدأ يفتحه لي. تقدر تشوفه من جميع النواحي، تقدر تقول له افتح لي الخصائص بتاعته، يعمل سيلكت على الأجزاء اللي موجودة. لو أنا عايز أشوف الدور أعمل لي سيلكشن على الدور، على السلاب، على السبيس، أي سبيس فيو تقدر تشوفها. هنا تبدأ بقى يقسم لك الأجزاء اللي موجودة في ملف الـ IFC. هنا بقى يبدأ يقسمهم لك برضو، تبدأ تشوف الأجزاء اللي فيه. هنا سيستمز، لو فيه أكتر من سيستم اللي هو شغل الكهروميكانيكال يبدأ برضه يجيبهولك. في برضه تعالى نشوف المشروع دوت اللي كنت رفعته قبل كده، ده عبارة عن برج بشكل دوت، فتقدر تقول وريني الليفل دوت موجود فين، ولو في حاجات 2D هيبدأ يوريها لك. تمام، تلف كده جوه المبنى زي ما انت عايز، وتقدر تخفي الحاجة اللي انت مش عايزها. وتقدر برضو تشوف انت عايز تيجي يمين شمال زي ما انت عايز. ده كل ده من غير ما تسطب اي حاجة خالص، تقدر تقرب وتبعد في الاكس او في الواي او في الزد زي ما انت عايز. بوك مارك، لو في اي بوك مارك في حاجة عايز تبقى ترجع لها بعد كده، سناب شوت خدتها قبل كده تقدر ترجع لها في ده. لو عندك اي مشكلة شفتها تقدر تقول له سجل لي الفيو دوت في مشكلة، يعني انا هنا شايف في مشكلة، فبقول له خد الفيو دوت واعمل بيه تقرير وابعته. تمام، يعني مثلا فرض ان انت وانت ماشي فوجئت ان في كاميرا ناقصه، فتقدر تاخد صوره وتبعت تقرير بالمشكله اللي موجوده ديت. تمام، وتحدد نوع المشكله وهل المشكله دي اتحلت ولا لسه مقفوله، والنوع المشكله نوع الملف اللي هيتبعت هيبقى ايه، واساين تو مين اللي هتبعت له الايميل، تحدد المدير اللي انت هتبعت له المشكله. تمام، مايلستون التسليمات بتاعتك، الليبل تضيف اي ليبل انت عايزه للموديل. فزي ما شايف البرنامج الموقع كويس جدا ان انت تشوف المشروع عامل ازاي، تقدر تدخل جواه تعمل فيو، حد مثلا يبعت لك موديل فتبدا تشوفه، تبدا تقدم عنه تقرير زي ما انت عايز.